كان كيتسأل على ماذا بعد الاختبار الشفهي. بعد إعلان نتائج الاختبار الشفهي يتم المناداة على الإخوان الناجحين للالتحاق بمراكز التكوين. كل مديرية غالبا كيكون في واحد المركز تاع التكوين، كيلتحقوا ليه الأساتذة المتدربون للتكوين في مهارات التعليم ومهارات التدريس. في هذا المركز كاين مجموعة من التخصصات، كاين مثلا علوم التربية، اللغة العربية، اللغة الفرنسية، التربية التشكيلية. كل أستاذ مختص بواحد المادة كيدرسها. مثلا علوم التربية كتعرف فيها الأستاذ المتدرب على كل ما هو جديد في علوم التربية والبيداغوجيات، كيفاش يتعامل الإنسان مع التلميذ سواء من الناحية النفسية، مجموعة من التعلمات والمعطيات العلمية التربوية كيتعرف عليها الأستاذ المتدرب في هذه المادة. كيما مثلا مادة اللغة العربية كيتعلم فيها الأستاذ أيضا طريقة تدريس اللغة العربية، كل ما يتعلق باللغة العربية، الرياضيات أيضا، الفرنسية، الأمازيغية، العلوم، مادة التربية التشكيلية، التربية البدنية. يعني جميع هذه المكونات كاين أستاذ خاص كيدرس هذه المادة هذه وكيعطي فيها مجموعة من المعلومات، مجموعة من التعاريف كاين للأستاذ. وإضافة إلى المركز كاين مدرسة تطبيقية. المدرسة التطبيقية هي المدرسة العادية اللي فيها التلامذة والأساتذة حاليا، إما ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية. من بعد التكوين في المركز كتخصص بعض المرات شي أسابيع للتدريب. الأستاذ كيمشي لهذه المدرسة التطبيقية وكيتدرب، يعني كيدير دروس أمام التلاميذ وأمام الأستاذ، وكيتشارك مع الأستاذ المؤطر ديالو العمل ديالو، واش كاين شي ملاحظات أخطاء يتم التصحيح ديالها. وفي نهاية الموسم تاع التكوين كيكون واحد الاختبار كتابي وواحد البحث، كيبحث الأستاذ المتدرب شي بحث فيما يخص المهم كيتعلق بالتعليم. ومن بعد الإنسان إن شاء الله ملي كيتوفق وينجح وكيدوز هذا الاختبار الكتابي بنجاح والبحث ديالو بنجاح، كيتم التعيين ديالو إن شاء الله. ونتمنى التوفيق للجميع وشكرا جزيلا. سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. سرنا